يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصانع التي تحول أمعاء الحيوانات إلى خيوط طبية بها قسم لأمعاء الخنزير، والذين يعملون بها يدعون أن أكل لحم الخنزير هو المحرم فقط وأما ما عداه فمباح، فما الحكم في ذلك؟ لا أبدا، لا يجوز هذا، ولا حدنا الله على الخنزير وخيوط الخنزير، يتخذ خيوط من غير الخنزير، ولا يجوز استعمال الخنزير أبدا. نعم.